عامل النظافة، الدهان، الملاخ، السائق، عامل الحظيرة، المهن هذه وغيرها كيفاش ينظر لها التونسي اليوم؟ يبدا يغزر على زنب حقرة معنا، فما برشا حقرة ويستعاروا من لبستك من هيئتك من كل شيء. هذيك الخبز اللي ياخذوا به لبسك ما هكذا يخضرك لخضره خيبه، تدخل على الدار تقضي اللي يخضرك لخضره خيبه. شوفير ما تصرف بها، نخدم سوا شوفير سوا بالبالا على نخدم اللي نتعبوا، تعرف فين نتعبوا ساعات مثلا تمر وما نخدم على الارواح يتعدى يقولون ربي يعاونكم وما يخلي حتى مشكل. فيها حقره وفيها برشا حاجات ما يهبوكش تخدم على روحك. نظرة مجتمع خويا ما يرحمش وكو. العباد الكل شوف نظرة غير عادية، طريقة غير عادية، كل شيء مسخ عنده. عامة النظرة السلبية للمهن هذه هي الطاغية في المجتمع التونسي. نخدموا ماذي ساعة رو؟ من وقت ايش؟ من 8 7 7 قدام شوي احنا والوقت اللي نجو فيه. وحشان خويا وليدي بنديروا الزفت. ان نديروا الوحده معناها التراب والفوسيات مش درونا نخدموا ما قلتش ما نخدموش معناها احنا نتعبوا تعرف فين نتعبوا ساعات الوحده نتمروا وما نخدموا على رواحنا وحتى شويه الوحدات اللي معنا يرحم والديهم زاد يخزر معنا الخدمه اللي ماشيه باهيه معناها يعني ماشي معناها ناس قاعده معناها شيء يخدمها مش مسكره طيب ثم ناس معنا اثنين نرضين بك خاطر الناس زوا ولا كنت في خبزه عندنا وليدات لو عندنا معنا ما باش نخدم على رواحنا معنا وين يقولوا لنا برا ونمشوا الزفت عشان اللي قلت لك الحشيش بالماكينه كاين التراب ونخدم نخدم احنا نسينا نلقطوا في الخبز على رواحنا احنا من ديارنا نخرجوا الاربعه نتاع الصباح نخرج نجوا نخدم المجتمع يكثر تحس اللي فما نظره خايبه للخدمه هذه عند المجتمع التونسي لا يتعدى يقولون لنا ربي يعاونكم وما يخلي حتى مشكل شوفير ما تصرف بها نخدم سوا شوفير سوا بالبالا على نخدم اللي يجي مريقل فاهم انا ما يقبلش شوفير ما يقبلش باش يخدم لوطا فاهم انا نخدم اللي يجي شوفير نخدم بالبالا نخدم ار وبي نخدم كل شيء نخدم فهمتي هذه لا قدش عندك تخدم الملاخ نعم نعم 80 30 سنة تقريبا أكثر من 30 سنة قريب 40 سنة الخدمة ممكن هذيك هي الواحد هذيك الخبز اللي نأخذه به ما ياخذنا يا شباب ما يحبش يقعد الخدمة هذه تشوفها تمشي وتنبثر تمشي وتنقص الخدمة ماشي وتموت فرص بس الخدمة معناها تمشي للصالون وتركب في التاكسي مروح للدار برشا عباد يلاحظوا أقرب غادي في تاكسي زيد قامز بعد بيض نظيف يبدا يغزر على زنب حقره معنا والله فما برشا حقره ويستعاروا من لبستك من هيئتك من كل شيء تطلع في تاكسي تطلع في الكار تطلع في اي بلاصه ما اول حاجه تاكسيات ما يخليكش تطلع باللبسه يقول لك ما استخل التاكسي ولا فما مشاكل ونظرة الناس ليه؟ أنا أخويا دهان مرماجي ماركي في نهاري نهاري 20-25 دينار وديما نخدم ديما نلوج ديما نخدم ما نحبسش والله تونس فيها الخدمة والدعم اللي يحب يخدم يخدم موجودة الخدمة كان سوى دهان سوى مرماجي أما التونسي تاون بعد الثورة ولا يعرف الخدمة فهمني؟ لبسك ما هكذا يخضرك في خضرة خيبة تدخل العطار تقضي اللي يخضرك في خضرة خيبة فهمني؟ هو ملاك تمشي تخدم له فهمني؟ ماذا بيه ما يوقفش معاك كان نهار السبت كي يجي للدار ويجي دبشك لابس تيني نتاعك ما خاطر يخلي تيني خدمه فهمت كيف باش يحكي معاك خدمت قدي شرك براسليات كيما ترى هكا النوع هذا كيفاش يغزروا لهم التونسي يغزروا لهم بغزره ماسه ماهيش باهيه فيها حقره وفيها برشا حاجات ما يهبوكش تخدم على روحك بصفه عامه ما يرحمش ولاو يتشكاو كيما تشوف البلاصه هذه ما فيها حتى حانوت مسكرين تجيك البلدية تطردك تحبك تمشي تسرق تحبك تمشي ما نعرفش باش تخدم قول في عندك صنعة كيما هكاش باش تخدم نظرة مجتمع خويا ما يرحمش وكو ما تشوف العباد كنت تنظر في نظرة معناها حلوين هي عادي مسخ هذيك يقول مسخ مسخ قداش من مرة تعدى مرأة كي تجي تقول هذه مسخ انا خويا ايش عليها مسخ بالنسبة خلوك البلدية تجي نفس الحكاية تجي تنجم عادي تهرب معناها تشدك البلدية اوكي شو عندك باش تعمل نظرة سلبية اللي. العباد الكل شوف فيها نظرة غير عادية طريقة غير عادية كل شيء مسخ عنده عامل النظافة يصبح زبال عاملة النظافة تخدم في الديار
علاش اليوم جزء من التوانسة ينظر النظرة السلبية للمهن هذه؟